نحييكم من الشمال الإيطالي. رحلتنا بتكون أكثر من 14 مدينة من ميلان، مدن متقاربة نص ساعة 40 دقيقة بين مدينة ومدينة، مناطق جبلية، أرياف، تلفريك، تزلج، كل شيء موجود إلى هناك. يحييكم الدكتور قرواش من مطار ميلان، ورحلة جديدة للشمال الإيطالي. متطلبات دخول إيطاليا PCR 48 ساعة، تعبية الطلب فايزر، وبعض المحلات تطلب جرين باص للدخول، واكتفينا بالحصن. انطلقنا إلى برغامو، تبعد 90 كيلو، وخليناها كنقطة انطلاقة أولى للشمال الإيطالي. وباين عندكم شارع المشاه في برغامو. برغامو مدينة جميلة حلوة تستحق صراحة الزيارة، وتعتبر نقطة انطلاقة أولى. رحلتنا بتكون أكثر من مدينة، وفيها أحداث كثيرة، فيها تلفريك، فيها حدائق، فيها جبال. انطلقنا إلى الجانب الآخر من المدينة على أعلى التل، الاسم موجود قدامكم، لتصوير أحلى مناظر وقت الغروب في مدينة برغامو. برغامو مدينة صغيرة، سنتر مالها صغير. أفضل بأنك تسكن في برغامو للانطلاق بدل من ميلان وزحمة ميلان في اليوم الأول. هذه المدينة قدامكم جميلة. في اليوم الثاني انطلقنا إلى مدينة سرميوني. بإمكانك تخليها نقطة انطلاقة أولى لأن فيها فنادق على البحيرة. بحيرة جاردا تعتبر من أكبر البحيرات في الشمال الإيطالي. هذا مدخل المدينة، وأول ما تدخل المدينة بتشوف القلعة هذه قدامك. بإمكانك تأخذ تذكرة وتروح أعلى القلعة لتأخذ أفضل التقاطات عن المدينة. شوفوا المنظر، هذه بحيرة جاردا وقت الصباح. المدينة جدا جميلة، ممكن تأخذ فيها يوم كامل، تخليها نقطة انطلاقة، أو حتى الرجوع من الشمال الإيطالي تخليها نقطة بعد انتظار قبل ميلان. نزلنا في المدينة، كانت جدا جميلة، مدينة صغيرة، الأجواء كانت باردة في شهر 10. دخلنا المدينة، مدينة سرميوني، مدينة جميلة تستحق يوم، تستحق نص يوم، لكنها مدينة صغيرة. شوفوا المدينة كيف، مدينة عتيقة جميلة، فيها زقة في كل مكان، فيها مطاعم، وهذا محل لافندر مقابل القلعة على طول. خذنا منه صابون، وخذنا منه بعض الشغلات الجميلة. بعدها انطلقنا إلى ريفا ديل جاردا من الجانب الآخر من البحيرة، وهذا اسم الموقف اللي وقفنا فيه السيارة، قريب من السنتر. المدينة كانت جدا روعة، مدينة صغيرة، خدنا فيها تقريبا 3 ساعات، وكان الغداء في المدينة. تغدينا بيتزا مارغريتا على الملكة مارغريتا، اسم هذه البيتزا. وهذه البهارات أوصيكم ببهارات الباستا، خذوا من عندهم بهارات الباستا من أي مكان تشوفون، خاصة هذه مثل هذه المحلات. هذا سنتر المدينة، مدينة جميلة، بإمكانك تأخذ فيها يوم، بإمكانك تخليها 3-4 ساعات، لأن المدن كلها صغيرة تغطيها في 3-4 ساعات. وهذا اسم الحصن في الساحة، ساحة البحيرة، فيها مطاعم، كوفيات، آيس كريم. شوفوا المنظر كيف، بإمكانك شرب القهوة في هذا المكان الجميل في ريفا ديل جاردا. خذنا في مدينة سرميوني غرابة 3 ساعات، وفي هذه المدينة تقريبا 3 ساعات. تبعد سرميوني عن ريفا ديل جاردا 90 كيلو. سرميوني بداية البحيرة، وريفا ديل جاردا نهاية البحيرة. هذه المناظر من الشمال الإيطالي، الجبال لا تقل جمالا عن الأرياف النمساوية
والسويسرية، بعدها انطلقنا وخذنا تل فريك أو القطار إلى أعلى التل لمشاهدة جمال مدينة ريفا دل كاردا. هذه المدينة على فكرة في مطعم جدا جميل فوق، بإمكانك شرب القهوة ولا تتغدى وانت تشوف هذا المنظر قدامك. في قلعة صغيرة بجانب المطعم، هذا اسم القلعة، عشان تأخذ لك أحلى مناظر لمدينة ريفا دل كاردا. وهذه المدينة بعد ما نزلنا، بعدها انطلقنا إلى بولزانو، أكبر مدينة في الشمال الإيطالي، وحجزنا هذا الفندق. الفندق في السنتر على شارع المشاة، وهذه بلكونة الفندق. الموقف يبعد عنه تقريبا 100 متر تحت الأرض قبل الفندق. ممكن تكون نقطة انطلاقة لباقي مدن الشمال الإيطالي. حجزنا ليلتين في الفندق على أساس أن نغطي المدينة نفسها لأن وصلناها متأخر، ونزور بعض المدن القريبة من بولزانو. وتعشينا عند كباب حلال. اليوم الثاني انطلقنا إلى حديقة النباتات في ميرانو، واحدة من أجمل الحدائق في الشمال الإيطالي. تذكرة الدخول ب15، دخلنا في الحديقة الجميلة هذه، فيها أحلى أطلالة، أحلى مناظر، فيها كوفيات، فيها مطل فوق الجبل، تتمشى بين النباتات وبين الزهور، جدا روعة. الحديقة تحتاج 3 ساعات فقط عشان تخلصها من حجمها. شوفوا المنظر كيف، شوفوا الجمال اللي بال، شوفوا الشمال الإيطالي. الحديقة هذه صراحة أنا أقول يعني أقل شيء تجلس فيها 3-4 ساعات. تروح لأعلى التل عن طريق الحديقة، تأخذ صور جميلة. شوفوا المنظر، شوفوا المنظر الشمال الإيطالي. لا تفوتون الحديقة هذه إذا مريتوا على الشمال الإيطالي. أنا أخذت مناظر من هذا المطل. لا تفوتون شرب القهوة الإيطالية والتيراميسو على هذا المنظر، لوحة ربانية. تأخذون أحلى الصور، أحلى الخلفيات في هذه الحديقة. يوجد في الحديقة أيضا متحف صغير للحقائب، بإمكانك الدخول بالمجان. هذه الحقائب الجميلة. بعدها انطلقنا إلى قمة ميرانو 2000، تقريبا 2 كيلو 2000 متر. سعر التذكرة على ما أظن 18 يورو. طلعنا إلى أعلى القمة، كانت الأجواء جدا باردة والجو بين ضباب وغيم. تمشينا فوق القمة وشربنا الشاي والقهوة في المطعم في أعلى القمة، قمة ميرانو، وخذنا صور جميلة. المكان يستحق الزيارة، بس لو كانت الشمس طالعة يكون أفضل. تأكد هل يكون مفتوح ولا لا. بعدها توجهنا إلى مدينة ميرانو. مدينة ميرانو مدينة جميلة، تبعد عن بولزانو العاصمة تقريبا 40 دقيقة. شوفوا المناظر كيف المدينة. الشمال الإيطالي تقريبا كل المدن بهذه الطريقة، محلات، مماشي، جبال، مطل، تزلج. فمشينا في المدينة وتغدينا فيها. النهر يمر على المدينة هذه. ممكن تأخذ يوم كامل في مدينة ميرانو، نحن أخذنا نص يوم على أساس نرجع ونكمل
النص الآخر في بولزانو لأنه وصلناها بالليل وهي من أكبر المدن الشمال إيطاليا. شوفوا السحاب بين الجبال. المدن في الشمال الإيطالي متقاربة، يعني ممكن 40 كيلو، 50 كيلو، بالكثير 90 كيلو، ولكن بعض الطرق الجبلية فيها السرعة منخفضة 50 أو 30 كيلومتر في الساعة. الشعب الإيطالي شعب متعاون، وأنا هذه رابع زيارة لي لإيطاليا، بصراحة الشعب جدا متعاون وخدوم. حاول تاخذ موقف في السنتر، شوف أقرب موقف للسنتر، وقف سيارتك وتجول في المدينة، واختار المواقف اللي تحت الأرض لأن وقت الوقوف فيها أو الانتظار لفترة طويلة. هذا الشمال الإيطالي. السفر شيء جميل، واكتشاف مدن جديدة، معالم جديدة، وأنا أوصي أي شخص بيسافر يحاول يشوف مدن جديدة، أماكن جديدة، تعرف على الناس، جرب المطبخ الإيطالي وهو من أفضل المطابخ في أوروبا، جرب القهوة، القهوة الإيطالية، في كل كوفي تمر عليه شم ريحة القهوة، ذوق البيتزا، ذوق الباستا في إيطاليا، الطعم الروزيتو جدا جميلة وخاصة السيفود، شوف المباني كيف كل مبنى له طابع. هذا هو الشمال الإيطالي. ثم رجعنا إلى بولزانو، هذا فندقنا الوردي باين في الصورة، وهذه الساحة، توقف قبل الساحة تحت الأرض تتمشى في بوزن أو بولزانو. في الشمال الإيطالي كل مدينة لها اسمين، اسم لاتيني واسم إيطالي، لا تستغرب إذا شفت اسمين للمدينة في إيطاليا. هذا الشمال الإيطالي، هذه بوزن أو بولزانو، من أكبر المدن في الشمال الإيطالي، تمشينا فيها وقت العصر. نستقل هذه المناظر الجميلة ونجاوب على أسئلة اللي جتنا عن طريق السناب شات أثناء تصويرنا للمدينة. السيارة خذناها عن طريق الابليكيشن من يوروب كار، وخذنا تأمين شامل، وكان الضمان 100 يورو فقط. مدة الرحلة كانت 8 أيام، تقريبا 14 مدينة. تسكر المحلات التجارية تقريبا الساعة 7، وبعض المطاعم الساعة 10 والساعة 12، هذا في فصل الخريف تقريبا نهاية شهر 10. اليوم التالي انطلقنا إلى مدينة جديدة، زي ما خبرناكم بنزور أكثر المدينة، ويوجد نظام سالك في إيطاليا بهذه الطريقة، تضغط على هذه المكينة تسحب الكرت وتنطلق المدينة الثانية وتدخل الكرت وتشوف حسابك كم، بعض المكاين تدفع على طول. ينا إلى قمة جديدة في الشمال الإيطالي، وهذه القمة بجانب مدينة بروكسون، خذنا تقريبا ساعة ونص ساعتين في هذه القمة، قمة جدا جميلة، تطل على جبال الدولمنت، تشوفون جبال الدولمنت، وجبال الدولمنت تقدر تشوفه من أكثر من دولة. هذه قدامكم جبال الدولمنت، ارتفاعها تقريبا 3100 عن سطح الأرض. الجو فوق الجبل يكون بارد حتى في الصيف، تخلي بالك تشيل معك جاكيت. شوفوا أعلى ارتفاع 3100، هذه هي جبال الدولمنت، شوفوها. خذنا كوفي في المطعم وجلسنا، حتى الغيم إذا بتشوفونه تحتنا الغيم، شوفوا الغيم تحت الجبال، نحن على السحاب. بعدها انطلقنا إلى بروكسون، قريبة طبعا من هذا المطل. شوفوا الشوارع كيف في الشمال الإيطالي، بعض الشوارع مش كل الشوارع بالطريقة هذه. وقفنا في هذا الموقف الخاص بمدينة بروكسون، نزلنا من الموقف على السنتر، سنتر المدينة، سنتر المدينة سنتر صغير. مدينة بروكسون مدينة صغيرة، ممكن خلال ساعة ساعة ونص تخلصها. ديزاينات الإيطالية تختلف من مبنى إلى مبنى، تشوف مبنى لون، المبنى الثاني لون، ديزاين غير. شوفوا كيف المطاعم، شوفوا الديزاينات في إيطاليا،
المدينة جدا صغيرة، يعني تكفيها ساعة ساعة ونص إلا إذا حبيت تتغدى أو تتعشى أو بمر. يعني شوفوا الجبال، تحيط المدن في الشمال كلها جبال أو مطل أو تلفريك، فأي مدينة توصلها لازم تتأكد شوف في جنبها تلفريك، في جنبها مطل، في جنبها أي نشاط ممكن تسويه. بس إذا كان جنبك تلفريك تأكد عن طريق جوجل هل مفتوح ولا لا. المدينة هذه ما عجبتني كثير، بس أخذت فيها صور وأخذت فيها بعض الذكريات. وخلصنا من هذه المدينة الصغيرة ثم انطلقنا. شوفوا قدامكم اللون الأصفر اللي عنده سالك واللون الأبيض اللي بيدفع كاش أو عن طريق البطاقة. انطلقنا إلى مدينة جديدة ستريسينغ. ستريسينغ وانت طالع باتجاه النمسا. وقفنا السيارة في هذا الباركن قريب من السنتر. السنتر طولي في هذه المدينة، يعني السنتر طويل فيها ساحة صغيرة. هذه الساحة. المدينة صراحة جميلة لو كانت صغيرة، ولكن السنتر مالها سنتر طولي ممتاز، يعني حلو للتسوق. شوفوا السنتر كيف طويل، يمينك ويسارك محلات، يمكن كيلو ونص، كيلو ونص، كلها محلات يمينك ويسارك، كوفيات، مطاعم. تغدينا فيها، حصلنا محل سوشي آخر الممر هذا، في محل رياضة وجنبه محل سوشي. تغدينا في المحل وتمشينا وقفنا وخذنا قهوة وشربنا قهوة في هذه المدينة. المدينة قريبة من النمسا، نحن الحين نرفع من ميلان باتجاه النمسا. النمسا قريبة منا وسويسرا أيضا قريبة، وكل ما تقرب على النمسا تسمع الناس تتكلم ألماني، يعني أكثر الأماكن اللي تحصرهم يتكلمون ألماني ويتكلمون إيطالي. المدينة جميلة وتبعد عن بروكسون، المدينة اللي كنا قبل فيها 30 كيلو. من أول وهلة نزلنا فيها حسينا أن المدينة مريحة، جلسنا شربنا فيها قهوة، كلنا سوشي، ومرات تريح البال وتريح الصدر. وبعدها انتقلنا إلى مدينة جديدة وهي مدينة برونيك، وخذنا هذا الفندق. خلاص نحن على مشارف النمسا، وقلنا بنتمشى في هذه المدينة الجميلة. المدينة صغيرة ولكنها جميلة على فكرة. شرينا منها، حصلنا بعض المحلات وشرينا منها. هذه القلعة، قلعة تسكر الساعة 5، هي تقريبا وصلنا الساعة 5. القلعة منظرها جميل، ورجعنا لها على فكرة الصباح وخذنا فيها التقاطات جميلة. هذا وقت المساء، شوفوا المدينة كيف. وقت الخريف الأشجار تعطيك لون جميل جدا مع تساقط أوراق الشجر. إيطاليا بلد جميلة جدا وشعب لطيف وأماكنها جدا حلوة. شوفوا كيف سناتر المدينة. هذا السنتر واحد من المدن اللي احنا زرناها. المحلات تقول لك المحلات تعال اشتر لو سمحت، تعال اشتر، من كثر المناظر الحلوة اللي يخلونها على واجهة المحل. نتمشى وقت المغرب في هذه المدينة. الشعب في حالة، محلات جميلة، الأكل الطليان جدا جميل، المطبخ الإيطالي روعة، والمدن والمناظر، كل مبنى يقول لك أنا متفرد بلون بروحي. طبعا الشمال الإيطالي لا تنسون الجام والعسل. قمنا ثاني يوم الصباح وقلنا بنتمشى إلى مقبرة الحرب العالمية الأولى والثانية. هذه ضحايا الحرب الأولى والثانية، لأن احنا أنا كنت أفتكرها الثانية بس طلعت الأولى والثانية، لأن شفنا بعض القبور القديمة وأكثرهم ألمان على ما أظن اللي ميتين في هذا المكان. وهذه القلعة، شوفوا الغيم كيف نازل تحت، نازل الغيوم أو زي الضبابة نازلة تحت. نحن على تل مرتفع، سوينا تشيك أوت وانطلقنا إلى أحلى مصنع مربى جام في الطريق. كان الجو جدا بارد في المنطقة لأن المنطقة هذه مرتفعة. شوفوا المصنع كيف،
أنا صراحة اشتريت من هالمصنع وجربت الجام مالهم جدا لذيذ. طبعا عنوان حطيت لكم عنوان في البداية، عنوان المصنع هذا، إذا كنت أنت رايح بهذا الاتجاه لازم تطوف على المصنع. كانت سان كانديدو المدينة اللي خلاص أنك تدخل بعدها النمسا، كنت بروح لها بس كانت تلفريك مسكر، كنت أريد أركب التلفريك لأن عندهم مطل جدا جميل. بعدها كانت الوجهة إلى بحيرة ميزورينا، البحيرة جدا جميلة، وإحنا خلاص في طريق العودة طلعنا من ميلانو، تمينا نرفع الحاد حدود النمسا، كنا نقدر ندخل النمسا خلاص. اللي كان يحب يدخل مصنع لوكر للحلويات ممكن يدخل، لأن إحنا خلاص وصلنا لحدود النمساوية. وهذه بحيرة ميزورينا، البحيرة جميلة ممكن تأخذ فيها أحلى الصور. نحن لفينا عليها لفة كاملة مشي، تمشى جبال الدلمنت قريبة من هذه البحيرة. بعد ما كملنا ساعة وشربنا لنا قهوة انطلقنا إلى مدينة جديدة وتدعى كورتينا، وفيها تلفريك بس كان مسكر. خليناها نقطة نتمشى في المدينة شوي، وتغدينا في مطعم، كان مطعم جيد. عندهم بدأوا يدخلون صالونة الكاري، تحصلونها مكتوب كاري في بعض المطاعم عندهم، دجاج كاري. استغربت اني شفته عندهم في إيطاليا، كلته في مطعمين تقريبا. هذه مدينة كورتينا، مدينة صغيرة. بالنسبة للمبيت انت تختار وين تبات، هل تبات في هذه المدينة او اللي بعدها. انا ما حجزت، بعض المدن ماشي وما احجز لين اشوف المدينة بعدين احجز عن طريق بوكينج المكان اللي عجبني. بعدها انطلقنا الى مدينة اورتيساي، وهذه من بلكونة الشقة الفندقية حجزناها عن طريق بوكينج. شوفوا جبال الدلمنت تبين، وهذه المدينة، شوفوا المناظر. نحن الحين من بلكونة الشقة الفندقية، كانت الشقة رائعة جدا. شوف الشقة كيف، غرفتين وصالة، سعرها معقول جدا. هذه تقريبا المطبخ، هذه غرفة، وهذه الغرفة الثانية. شوفوا كيف هاي دورة المياه، الله يعزكم. هذه الشقة في مدينة أورتيساي، صاحب الشقة جدا متعاون والناس كلها تشكر فيه في بوكينج. وشوفوا التصنيف، تصنيف عالي للشقة هذه. نزلنا لسنتر المدينة، سنتر الصغير المريح، وإحنا زي ما قلنا لكم في طريق العودة كنا رافعين فوق باتجاه النمسا، والحين نرجع باتجاه ميلان أو ميلانو، زي ما خبرتكم لكل مدينة اسمين لاتيني وإيطالي. هذه المدينة الصغيرة الجميلة، هدوء والمناظر. هني مسوين نفس حفلة العرس بطريقة إسعاف، فكرتها حلوة. هذه الإسعاف محاولينها زي تشل العروس، كان عندهم احتفالات بخصوص العرس، طفنا صورنا معاهم عقبال اللي ما عرسوا واللي عرسوا بعد. هذه المدينة، شوف المباني. بس أنا يوم أمشي في إيطاليا أشوف الأرضية، أشوف كل مبنى للون، شوفوا كل مبنى له ديزاين. طالعوا المباني كيف، هذا مبنى قديم، هذا مطعم على فكرة. المدينة فيها اثنين، أنا أتوقع اثنين تلفريك، واحد تحتنا في الفندق اللي احنا ساكنين فيه، واحد هذا اللي قدامكم تلفريك. هذا اليوم الثاني الصباح قمنا وقررنا أن نفطر فوق التل على ارتفاع 2000، يفتح الساعة 8:30 صباحا هذا التلفريك. قطعنا تذاكر يمكن 17 أو 18 ما أذكر. نحن الآن على ارتفاع 2005 متر عن سطح البحر. عقب ما تريقنا وخلصنا نزلنا نتمشى في المدينة، هذا الجسر يطلعك للموقع الثاني بعد نزولك من التلفريك. هذا فندق أو منتجع، هذا فيها فنادق حلوة المدينة على فكرة، فيها سبا وفنادق ومسابح. اللي بيروح أورتيساي يشيك على الموضوع هذا. تمشينا في المدينة، كانت جدا روعة، إلى مدينة جديدة في الشمال
الإيطالي، وكانت الوجهة والفكرة أن ننتقل إلى مدينة تورنتو. هذه مدينة تورنتو قدامكم، ثاني أكبر مدينة في الشمال الإيطالي. المدينة هذه يا تأخذها وانت رايح أو وانت راجع، لأنها مدينة كبيرة وجدا جميلة المدينة. يعني شوفوا اختلاف المباني، تشرينا فيها على فكرة، أسعارها مقبولة المدينة هذه، شفنا أسعارها مقبولة وتشرينا فيها على المدينة، وفيها سياحة يعني فيها زحمة غير طبيعية. تمشينا في هذه المدينة، خذنا فيها يوم كامل، حجزنا في فندق قدامه حديقة وفي موقف، والحديقة فيها بحيرة. بعدها اتجهنا إلى فحص البي سي آر قبل ميلان، هذا مركز الفحص. شوفوا هالبوابة، سعر الفحص 70 يورو خلال 24 ساعة وفي 3 ساعات، والمركز من غير حجز. بعدها انطلقنا إلى الأوتلت، ويبعد ساعة من ميلان، يعتبر أفضل مركز على مستوى إيطاليا وحتى ممكن على مستوى أوروبا، لأني زرت أكثر من أوتلت في أوروبا، هذا اللي شفت أفضلهم حجما وبضاعة وسعر. الماركات تصرخ فيه، جيفينشي، فرزاتشي، أرماني، يقول لك تعال. هذا محل قهوة موجود، اشترينا منه بعض الفناجين الجميلة والقهوة. وشوفوا كيف عندكم الأوتلت، الماركات الرياضية موجودة، المطاعم موجودة، في مكان للصلاة. يعني هذا يحتاج يمكن يوم كامل عشان أنت تخلصه، لأنه سوى فيه توسعة جديدة. إذا كنت ناوي تشتري من ميلان فأنا أقول لك تعال، هذا يبعد عن ميلان 50 دقيقة فقط، تشتري بضاعتك وترجع لميلان. فأنا أوصي أي واحد يوصل ميلان لازم يوصل الأوتلت، اسمه موجود عندكم. في باص يوصل من ميلان إلى هالأوتلت. هذه الحلويات، الحلويات هذه الحمراء والزرقاء، والزرقاء فاتح، هاي فيها كحول، وباقي الحلويات ممتازة وطعمها لذيذ. لازم تجربون الحلاوة بالطريقة هذه، الشوكولاتة بالطريقة هذه. رجعنا إلى ميلان بالليل وسكننا في فندق ريدسن بلو، يبعد 7 كيلو عن السنتر. اليوم الثاني صباحا انطلقنا إلى ميلان، وهذه ساحة الدومو، من أشهر الساحات في ميلان. اللي يروح ميلان ما راح الساحة هذه، ما راح ميلان. هذه الكنيسة، هذا يعتبر أقدم مول في العالم في الدومو. تحصل ناس تعطيك حبوب للطيور قلهم شكرا، ناس تريد تصور قل شكرا. ميلان ما فيها أماكن سياحية كثيرة، ميلان بلد الموضة، ميلان بلد الشوبينج، عشان تجي أنت تخليها آخر يوم من رحلتك للشمال الإيطالي. شوفوا قدامكم المباني القديمة، شوفوا المول، هذا مدخل المول، في ماركات داخل، يعني تقريبا ماركات كثيرة موجودة. ديزاين المول هذا جدا جميل، وفي جانبه بتحصل مخبز قديم، هذا المخبز من المخابز يعني الحلوة، خذ عنده فطيرة الطماط بالجبن مقابل محل شوكولاتة. لازم تجرب في محل الشوكولاتة، الشوكولاتة البيضة مع الداكنة، وتجرب الاسبريسو، مذاقها جدا روعة بعد الشوكولاتة. هذا مقابل المخبز اللي قلت لكم عنه، هذاك المخبز شفتوا كيف، وهذا محل الشوكولاتة، وهذا محل البيتزا، يعني محل فخم بجانب الدومو. رجعنا تمشينا في الساحة، الساحة الجميلة، وتمشينا في ميلان بعد 7 أيام في الشمال الإيطالي. فكانت النقطة الأخيرة قبل الانطلاقة هي ميلان. جينا وقت العصر، وقت الظهيرة، فاتفقنا أن نروح يعني مكان جديد. طبعا احنا ما زلنا في ميلان، شوفوا هذه القلعة احنا وقفنا جنبها، يعني في باركن جنبها، حاول في ميلان توقف تحت الأرض أحسن. هذا الطريق يوديك على طول على الدومو.
شفت الطريق هذاك يوديك على طول على الدومو، وكان الاتفاق ان نكمل الرحلة على احلى مكان، ويقول لك اذا رحت الشمال الايطالي وما جيت المكان هذا فانت ما رحت الشمال الايطالي. بحيرة كومو تبعد 30 كيلو، يعني اذا انت وصلت ميلان لازم توصل بحيرة كومو، هذه اعمق بحيرة في الشمال الايطالي. خذنا فيها تقريبا من وقت من الساعة 3 الى الساعة 6 7، يعني 3 ساعات. تغدينا فيها وكلنا ايس كريم فيها. مدينة جميلة ممكن تاخذ فيها يوم كامل اذا كنت حاب تجلس في هذه المدينة. الى هنا انتهت رحلتنا من الشمال الايطالي، والقناة فيها مدن كثيرة. لا تنسون تسوون لايك، وتحياتي لكم جميعاً.